يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامجكم برنامج روح الاتحاد اللي يأتيكم على قناة الإمارات. ويا هلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المسائية المتنوعة بفقراتها ومواضيعها. مساك الله بخير سماح. مساك الله بنور وسرور محمد، يسعد مساكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج روح الاتحاد. طبعا الكثير بانتظاركم، الكثير اللي موجود في الساحة الإماراتية، ونطلع شوية يعني برا ونجيب لكم كل ما هو جديد. أكيد سماح، يعني ما شاء الله، يعني غيرة من هذه الأماكن صح ممكن يؤذي الغير. إذن بناخذها من ناحية صحية كذلك، وأيضا عندنا فقرة خاصة عن الرمسة الإماراتية. نعم، احنا تكلمنا قبل عن هذا الموضوع سماح، ويعني جهود لمجموعة من الشباب المواطنين في إقامة هذا المعهد، وأيضا الرمسة الإماراتية وما تتميز به الكثير من الناس طبعا المقيمين أو حتى الزائرين لأرض الإمارات اللي ما دائما تجذبهم اللهجة الإماراتية وحابين أن يتعلمونها. فهذا المعهد طبعا اللي يقدم مجموعة من الدورات المتخصصة في تعليم المفاهيم الرئيسية في الرمسة الإماراتية، وأيضا يمكن هذه الحلقة راح نتكلم أكثر عن إطار آخر لكن مرتبط، وهو عن تعاون بين هذا المعهد وجهة أخرى أيضا في تقديم لهم الدورات والخبرات في هذا الجانب. نعم، نعلمهم رمستنا شوية، شيء جميل صراحة. يعني يمكن أول مرة أنا أسمع عن هالموضوع، بس أن جميل لأنه وايد يسألون عن بعض الكلمات في رمستنا رغم أنها سهلة للغاية. نعم. ويحبونها يمكن لأن كل الكلمة اللحن مالها يمكن جميل على المسمع. أكيد. مثل الإخوان الكويتيين كانوا يقولون لنا كلمة فديتك، نحب وايد يوم تقولون فديتك من باب يعني بس شيء إن التودد. نعم. تكون يعني داخلة يعني في أغلب الحوارات، ويمكن الشخص يعني ما يقصدها بمعنى إني أنا فديك وغيره من هذا الكلام، لكن هي يعني كلزمة تدخل كذا في نص الكلام، فديتك ولا يا ريال وغيره من هذه. نعم. يعني كلمات. المفردات أو اللزمات اللي تكون يعني بصورة مباشرة ولا غير مباشرة تكون موجودة في الحوار والتحاور. يمكن حتى من المواضيع الأساسية اللي راح نتكلم عنها سماح أجهزة التوازن الذكي، يمكن ما راح نتطرق لها في حلقتنا اليوم. حياكم الله مشاهدينا من جديد. يمكن في حلقة سابقة من عمر البرنامج تكلمنا بصورة موسعة عن المعهد الإماراتي، معهد الرمسة الإماراتية، لكن اليوم في هذه الحلقة راح نتناول جانب آخر، وهو تحديدا عن التعاون المشترك اللي قدمه هذا المعهد مع مركز دبي الدولي للكتاب المتخصص طبعا بتعليم اللهجة الإماراتية. نعم، ومعانا للحديث حول هذا الموضوع حنان الفردان، مؤسس ومدير معهد الرمسة الإماراتية، وعبد الرحيم أمين، مدرس في معهد الرمسة الإماراتية. حياكم ويانا. يا هلا وسهلا. بداية أخت حنان، لو تخبرينا كيف بدأت فكرة التعاون بين معهد الرمسة ومركز دبي الدولي للكتاب؟ مركز دبي الدولي للكتاب تواصلوا معنا يوم سمعوا عن الفكرة. نحن المعهد تقريبا أنشأناه من سنة ونص. نعم. والمركز أصلا تم إنشاء من سنة تقريبا، ما شاء الله. فتعرفنا في مرحلة البداية كان عندهم اهتمام خصوصا في اللهجة الإماراتية، وخصوصا لأن مكانهم بيكون مكانهم في الشندغة، وهاي من الأماكن التاريخية الموجودة في مدينة دبي. نعم. فتواصلوا معنا نوفر لهم دورات للأجانب بخصوص اللهجة الإماراتية والكلمات أو الأشياء الشائعة. نعم. فالحمد لله يعني بدينا نحن أول جلسة من جلساتنا في شهر ديسمبر. بصراحة يعني توقعت حتى عدد الحضور يكون قليل، يعني قلت يمكن منطقة زحمة وما فيها باركنات وأشياء من هالقبيل. فسألتهم قلت لهم كم عدد المسجلين، فقالوا 6. فقلت يعني يمكن حد الأقصى نوصل 10. فيوم رحت نفس اليوم يعني شفت 30 شخص. ما شاء الله. حتى ما كان في مكان يعني مجال. هم عرب ولا أجانب؟ كلهم أجانب. كلهم أجانب حابين يتعلمون الرمسة الإماراتية، وحابين كانوا يشترون حتى معجم الرمسة الإماراتية. نعم. حتى كنت أسألهم يعني كم سنة صار لكم في الإمارات، فحد قال لي صار لي أنا هنيها كم شهر، وحد قال لي أنا موجود في الدولة من 20 سنة. وفي منهم كانوا حتى دكاترة، في منهم معلمين، فبالعكس يعني كانوا حابين يتعلمون ويعرفون أكثر عن اللهجة الإماراتية. على طاري الدكاترة والمعلمين، خليني أنقل الحوار للأستاذ عبد الرحيم أمين، وهو مدرس في المعهد. يعني الأستاذ حنان ذكرت أنه ما شاء الله 30 شخص، ويمكن الغالبية العظمى منهم أجانب. مسألة
تعليمهم والدورات اللي قدمت لهم مع بدايتكم مع هذا البرنامج، كيف كانت وكيف كانت مسألة إيصالها للناس، خصوصا أنهم يعني يمكن يحتاجون أول شيء لإتقان اللغة العربية وتالي اللهجة الإماراتية؟ نعم، وشكل عام يعني إذا الطالب كان بداية يعني ما يعرف أي شيء بالعربي، نبدأ في الأساسيات بالسلام، هذا يعني شيء مو بايد صعب إذا الشخص اللي جالك أصلا حاب اللغة. صحيح. وفي عندنا بعض الطلبة اللي هم عارفين اللغة العربية الفصحى من قبل. نعم. فهذا الموضوع يسهل لنا أكثر يعني في التعليم. نعم. يعني أسهل من ناحية إن إحنا نحول من اللهجة من العربية الفصحى إلى اللهجة الإماراتية. نعم. عرفت؟ ووايد يعني يبرون اهتمامهم باللهجة الإماراتية بحيث إن هذه اللهجة المستخدمة في الدولة، يعني بحيث إن هو إذا عرف العربية الفصحى بيتواصل معك لكن يمكن ما يفهم عليك. صحيح. في بعض صحيح. الكلمات يعني. نعم. فروق الكلمات بين الفصحى واللهجة الإماراتية. نعم. إذا أنت أول شيء يعني اللغة العربية الفصحى بعدين الرمز الإماراتي. نعلمهم الاثنين بحيث أن يكون في كفاءة يعني. جميل. تكافى بين الاثنين. حلو. طيب أخت حنان، يعني لو تخبرينا ما أهمية ربط اللهجة الإماراتية بالمكان التاريخي. عندي بعد بعض الطلبة إماراتي يوني حتى باللبس الإماراتي، فيقولون يعني نبغى نحن المكان متكامل، يعني لبس ومكان ولهجة، فينتمون أكثر للمكان. فكون المكان أصلاً حتى كشكل بيت إماراتي من البيوت القديمة. حلو. فيصير فيهم هالإعجاب ويعيشهم هذا الجو المتكامل. طبعاً اليوم بإمكاننا نحن ندخلها من الصفوف التقليدية يتعلمون. نعم. بس لما ندخلها مثلا الأماكن القديمة ويعيشون الجو معانا أكثر. حلو. فيتعلمون بشكل أكثر. فهالشيء جدا مناسب خصوصا للأجانب الغربيين، يعني يحبون الإماراتية. قصدك البيئة الإماراتية، البيت القديم يعني. حلو. نعم. جميل. عبد الرحيم، يعني على أحد علمي أنك ما زلت طالب على مقعد الدراسة في كلية التقنية. نعم. تخصصك؟ تخصص الهندسة الإلكترونية. الهندسة الإلكترونية. يعني الآن لما يعني دخولك في مثل هذه الدورات وتقديمها لا يعني يمكن مدراء لهؤلاء الشركات، كيف شفت تقبلهم ولا ما قلت لهم انك انت بعدك طالب وانت انك كنت تيجي تعلمهم اللهجه الاماراتيه؟ ومجرد اني اذكر لهم اني طالب، خاصه اذا طالب هندسه يعني درس في شركه بيل بترول. نعم. على طول يسالون عن السي في، وين تشتغل، شو السي في، يحاولون لان هني بشكل عام يعني يدون طبعا التوطين، نسبه التوطين. صحيح. ويساعدون الاشياء ويحمسون على هالمواضيع. نعم. فيمسعوني طالب في مجال الهندسه يحاولون انتبع لهم. أول سؤال يسألوني هل أنت بتدرس طول حياتك ولا ناوي تشتغل مكان ثاني؟ جميل. فيحاولون يسموني لهم على طول. نعم. وموضوع أنه مثلا أني أدرس مثلا المدرب، هذا طبعا تشجيع حصلته بالمعهد نفسه. في البداية كنت أدرس طلبة بشكل عام، لكن مع تشجيع المعهد، يعني هو المعهد بشكل عام حريص على تشجيع الطلبة على أول المدرسين، فهالشيء وايد ساعدني ووصلني لهالمرحلة أني أنا أدرس مثلا شركات أو مدرب يعني طلب من هالناحية. جميل. جميل. يعني نرجع لأخت حنان، يعني أنت تكلمت من شوية عن عدد المنتسبين أو الطلاب خلينا نسميهم، ولكن لو تخبرينا شوية ما مضمون ورش العمل وكيف يتم توزيعها على مدار الشهر؟ نحن بشكل عام يعني ندرس في المعهد دورات متكاملة، يعني مثلا يومين في الأسبوع مدة شهر. حسينا ان بعض الطلبه او يعني ما يقدرون يحضرون معنا في هالفتره او هالالتزام الطويل. نعم. فعشان كذا تم اقتراح ان خلينا نسوي لهم ورشات انها بس تكون ليوم واحد. نعم. فالطالب حتى مثلا يعني اذا ما كان عنده اي خلفيه او عنده بعض خلفيه بسيطه يقدر يستوعب الدروس اللي نعطيها احنا في مركز دبي. حلو. فيعني من الدروس حتى ان احنا ناويين نقدمها ان شاء الله هالشهر في تاريخ 30 يناير، ان ندرسهم كيف بامكانهم يتعلمون اللهجه الاماراتيه من الافلام الاماراتيه. نعم. يعني حتى نطلع من سالفه الكتب، يعني الموضوع هذا التقليدي. نعم. طبعا الكتب لها اهميه كبيره، يعني أكيد. لازم كتاب عشان يبدا، ولكن نساعد حتى تعليمنا عن طريق الافلام. الجلسه اللي عقبها ان شاء الله بتكون شهر فبراير، فبنبدا مثلا كيف بامكانهم يتعلمون اللهجه الاماراتيه من الاغاني الاماراتيه. نعم. فكل مره بنحاول ندخل جانب جديد، يعني جانب ما كنت عرفوه قبل ان هالشيء بامكانهم يتعلمون منه. صحيح. خصوصا موضوع الاغاني احنا جربناه عندنا في المعهد، يعني يدخلون في جو ثاني، وخصوصا على كلماتنا نحن كلمات شاعريه ومرات رومانسيه، وعندنا انواع واشكال من كلمات الحب. فيدخلون معنا، وحتى يعني هم مثلا في الاغاني الانجليزيه يمكن هالكلمات ما تكون موجوده ويستغربون منها. صحيح. فبالعكس يعطيهم هذا الـ يعني التقارب اكثر، الالتزام اكثر، حتى الحب اكثر. الحين حتى اشوفهم يطالعوني بنظره ثانيه، مش النظره التقليديه يعني لنا نحن كمدرسين.
نعم. يعني استاذة حنان، حتى يعني بالنسبة لتعلم اللغة الإنجليزية أيضا، حتى يعني مسألة القراءة أو الحضور في معاهد يمكن لا تكفي، فالكثير منهم يلجأ إلى الأفلام أو حتى يمكن الأغاني الأجنبية، وتشوفين أن في يعني تطور في أداء. ذكرتي في بداية الحديث عن المعجم الإماراتي العربي أو شيء من هذا القبيل، تكلمين أكثر عن هذا المعجم. تم إطلاق معجم رمسة الإماراتية، وأول معجم يعني كلمات إماراتية مترجم، الكلمات هذه مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. حلو. مثلا ترجمين إحنا كلمة أرمس I speak، نعم، I go أسير أو أروح. فعادة يعني حتى ها بناء على رغبة الطلبة، فدائما يقول لي حنان نحن نبغى مثلا نروح المطارات نحصل لكل كل اللغات، مثلا الياباني ألماني فرنسي، نعم، فنبغى شيء بالرمسة الإماراتية. حلو. فكنت أتذكر يعني كنت أسافر المطار وأروح عند قسم الكتب وأطالع هالكتب أشوف شو حاطينها، شو الكلمات اللي حاطينها المسافر قد يحتاجها يعني. فبناء على هاي التجربة بس يعني مبنية على الأفعال، ولا حتى في أسماء لأشياء ممكن نضيفون عليها صور وغيرها؟ حاليا حطيناها نحن بطريقة أن كلمات وترجمناها للغة الإنجليزية. في مثلا أشياء إذا بيروحون العزة شو بيستخدمون، إذا بيروحون العراس مثلا في أشياء منك المال ومنها العيال، هم طبعا يستغربون من هالعبارات. نعم. فنحن حتى يمكن واجهنا بعض الأحيان صعوبة أن كيف نترجم هذه هي الجملة from you the children from you the money. فكانوا يضحكون في البداية يعني، فلما صاروا يعني يتعودون على طبعا على هالأشياء. ونقول لهم بالأخير أن ما نقدر نحن نترجم كل شيء، بس نجيب لهم الأشياء كترجمة المقاربة. حرفية يعني لشيء يمكن ما تكون واضحة لهم، لكن لما تشرح لهم يعني المحتوى الكامل أكيد تكون راح توصل لهم الفكرة في هذا الجانب. يمكن إذا السيد عبد الرحيم لو تخبرنا يعني يمكن هل هي قالت أن واجهنا صعوبة في أن احنا تترانزليت أو أن احنا نترجم باللغة الإنجليزية. طيب شو الهومورك؟ هل في هومورك للرمسة الإماراتية ياخذونها معه؟ شو هو؟ طبيعي انا كطالب في الكليه، نعم، الدكاتره يعطوني الواجبات وانا اروح اطلع حرتي في طلابي. انا اعطيهم واجبات. بالضبط. فعن الرمسه الاماراتيه كيف تعطيهم يعني هاي الصعوبه يمكن تكون؟ اعطيهم مثلا عندنا اللي هم مثل ما قلنا الافعال، يعني يستخدمون فعل المضارع الفعل الحاضر وفعل الماضي. فاحنا في الكتاب هي موجوده على شكل الجداول، بحيث نعطي المجال للطالب يختار مثلا من 4 إلى 6 افعال يترجمهم باكثر من صيغه، في صيغة الحاضر والماضي والمستقبل. فهل أمور نشرح ليها في الكلاس وقت الحصة، وبعدها أقول له أنت استخدم أفعال ثانية من عندك ورتب ليها في الجمل، بحيث أن أنا أفهم وهو فهم الطريقة كيف يحولها من الماضي مثلا إلى المستقبل. شو المواقف الطريفة يعني؟ أكيد تمر عليك مواقف طريفة. والله وايد مواقف صارت، بس أكثر موقف يتكرر أني مثلا أكون متحمس ويا الطالب واقول له شيء يمكن احنا شيء نشوفه يضحك عندنا في لحجتنا وفي طريقه كلامنا، نعم، وتفاجئ انا اضحك بروحي والطالب يطالعني وهو مفهمش السالفه. هو مش فاهم السالفه. يقول لي شو ايش تقول؟ نعم. يتم يسالني مره ثانيه واعيد النكته 3 مرات خلاص يعني ما حتى لو وصلت له ما راح يضحك عليها. صحيح اكيد. وبالنسبه للواجبات هذه او الاختبارات تقدمها لهم صوره مكتوبه يعني كتابيه، ولا ترى منهم بعد انها يتلفظون بها؟ هم يكتبونها طبعا بلغتهم الانجليزيه، بعرف الانجليزيه. نعم. ولازم يسمعوا لي اياها في الكلاس طبعا، لازم تشيك عليها كنطق سليم. هي كنطق سليم، نشوف كيف ينطقونها وهل يعني تركيب الجمله صحيح ولا يكتب حي الله اي كلام. شكلك مدرس ما شاء الله عليك. صارم. ما بقول تعرضت لمواقف من المدرسين سابقا استاذ عبد الرحيم، لكن ما شاء الله يبين انك كنت صارم معهم في هذا الجانب. استاذ حنان، يعني بالاضافه لمثل هذه الورش والدورات اللي تقدمونها لهذه الفئه من الناس، هل هناك ايضا دورات اخرى تقدم بنفس السياق لاشخاص يعني حابين انهم يشاركون بدون يعني تواجدهم في جهات أخرى؟ نحن عندنا يعني المعهد عندنا درس تقريبا جروبات وبشكل فردي، عندنا طلبة من مختلف الفئات، عندنا مرات دكاترة، مرات عندنا طيارين، ومرات عندنا مثلا ربات بيوت، ومرات بعد عندنا حتى مواطنين. طبعا المواطنين مثلا عندهم الجواز والجنسية بس يعني ما يتكلم أي كلمة إماراتية، يكون دارس برا أو مولود دارس برا، أو مرات مثلا أحد الأم أو الأب من خارج الدولة. فبالتالي مثلا حتى هم يحسون بالخجل يعني أن نحن ما نعرف فنبغى نتعلم. وحدة قالت لي من الطلبة أن حنان أنا صار لي سنتين يعني أحط إعلان في الجريدة أن أبغى مدرسة إماراتية، قلت لي ما أحصل لأن الموجود في السوق كله فصحى. صحيح. وبالأخير يعني نحن العرب ما نتكلم فصحى. نعم.
فتقول لي ابا اماراتي، ابا شيء بسيط يعني، ما ابا شيء معقد. فنحن عشان كذا نحن نركز اكثر شيء على المحادثه، نعم، ونكلمهم يعني بكلامنا نحن البسيط، يعني عشان يكونوا مثلا في اجتماع او يكونوا في حوارات مع اصدقاء يفهمون علينا. صحيح. فحتى نعم. مثلا من الواجبات اللي نقدر نعطيها للطلبه ما تقول الطلاب روحوا تعلموا مثلا 5 كلمات من زملائكم في العمل او من اصدقائكم. فتني الطالبه يعني من المواقف المضحكه فتقول لي حنان تعلموني مثلا سكوتي دوتي، شو يعني؟ شو يعني؟ انا ترجميها لا عاد اقول لهم احنا ربعنا عاد الله يهداهم بيعلموني يعلمونهم هالكلمات. فهذا بعض الاحيان قد نواجه فيه، بس يعني ناخذ الامور يعني بشكل بسيط، وبالعكس يعني نعلمهم ومرات نعطيهم رد على اساس يردون على ربعهم. نعم. يعطيكم العافيه حنان الفردان، مؤسس ومدير معهد الرمسه الاماراتيه، وعبد الرحيم امين مدرس في معهد الرمسه الاماراتيه. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، نشوفك خريج ومدرس عاد مهندس كل الوقت. نعم، مهندس ومدرس. شكرا لكم لتواجدكم معنا. إذن مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى تكون عيبتكم حلقتنا بكل ما كان فيها من مواضيع. ما الله والله يحفظكم، نلقاكم إن شاء الله في عدد جديد. إلى ذلك الحين هذه أرى تحية، إلى اللقاء.